تايلاند هي دولة ملكية ويعرف سكانها بتاي، وتعني باللغة التايلاندية الاستقلال. تايلاند إحدى الدول الآسيوية التي تقع في جنوب شرق آسيا. عاصمة تايلاند هي بانكوك، والميناء الرئيسي فيها يقع على نهر شاو فرايا. اللغة: يتحدث نحو 90% من سكان تايلاند اللغة التايلاندية، وهي اللغة الرسمية. وهناك من يتحدث اللغة الملايوية، ومعظمهم في إقليم فطاني. الدين الرسمي: الدين الرسمي للدولة هو البوذية، ويدين بها ملك البلاد وعائلته، وكذلك أغلبية السكان، حيث تبلغ نسبة البوذيين نحو 85% من مواطني تايلاند. الإسلام في تايلاند: المسلمون في تايلاند هم أعلى نسبة بعد البوذيين، حيث تأتي نسبتهم في المرتبة الثانية، ويمثلون 5.5% من السكان. كيف دخل الإسلام تايلاند؟ طرق الإسلام الأرض التايلاندية منذ فترة مبكرة، فأثر تأثيراً لا بأس به بين أهالي سيام من البوذيين، وأطلق على الذين اعتنقوا منهم الإسلام اسم السمسم. وأقبلت بعض القبائل أيضاً التي تعيش في هذه المنطقة على اعتناق الإسلام. ويذكر أيضاً أن التجار العرب والفرس المسلمين هم الذين أدخلوا الإسلام إلى تلك المناطق منذ القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي. ولكن يعزى أهم توسع لهذا الدين إلى هجرات أهل الملايو ماليزيا الآن، التي بدأت في القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي. الإسلام حالياً في تايلاند: المسلمون في تايلاند يتركزون في فطاني جنوب تايلاند، والتي تتمتع بالأغلبية المسلمة، ونسبة المسلمين فيها 79%. ولا تعتبر السلطات التايلاندية الإسلام في تايلاند من بين الأقليات، لأن المسلمين يمتلكون الهوية التايلاندية، ويمكنهم ممارسة التقاليد الدينية والثقافية وأسلوب حياتهم الخاص، مثلهم مثل أي طائفة أخرى في تايلاند، مثل البوذيين والمسيحيين والهندوس والكونفوشيوسيين. فرص الدعوة للإسلام في تايلاند: تايلاند بلد منفتح في كافة المجالات، فيها 4 قنوات تلفزيونية فضائية إسلامية، إضافة إلى عدد كبير من القنوات الإذاعية الإسلامية. يقول الدكتور غزالي بن مد، عميد كلية الدراسات الإسلامية جامعة فطاني جنوب تايلاند، في حوار لمجلة المجتمع: تايلاند فرصة مهملة، لأنها أرض خصبة للدعوة الإسلامية تقاليداً وقانوناً، إلا أنه وللأسف تعد فرصة مضيعة، ربما بسبب الضعف الذاتي أو ربما لقلة الكتب الدينية، خاصة كتب التراث الإسلامي المترجمة إلى اللغة التايلاندية. وترجع بعض الأسباب الأخرى لقيام الحكومة بدعم اللغة التايلاندية والثقافة السيامية على حساب اللغة العربية والتعليم الديني، حيث توفر الحكومة التعليم ذي التوجه التايلاندي بالمجان، والذي أدى إلى انتشار الثقافة السيامية على حساب الثقافة الإسلامية لدى النشء المسلم. ويحاول مسلمو تايلاند حالياً تكثيف الجهود من أجل تقوية حضورهم في المشهد العام، وإنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعات المحلية بهدف توعية المجتمع التايلاندي بالثقافة الإسلامية، وإيصال صورة نقية عن حقيقة تعاليم الإسلام السامية التي تسعى لصالح المجتمع والإنسان بشكل عام. ومن هنا انطلق مشروع حوار الإيمان باللغة التايلاندية لدعوة أهل هذه البلاد إلى الإسلام الصحيح المعتدل، بالحوار القائم على الحجة والبرهان والموعظة الحسنة.